ألبوم النجوم النهاردة صفحته الحقيقة متألقة، يعني أول ما تيجي تقلب الصفحة كده تتوهج الصفحة لوحدها من نجمة أمتعتنا على مدار سنوات طويلة جدا 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 جدا، وربنا يديها الصحة. ده الجديد المرة دي إن احنا نتكلم عن نجمة على قيد الحياة، ما زالت الحمد لله مشعة ومتألقة وجميلة، هي الكتكوتة والقطقوطة والبطبوطة وكل الحاجات الحلوة اللي ممكن تتوفر في نجمة شقية، كمان شاملة، مفيش تقريبا حاجة ما عملتهاش، وكل حاجة عملتها في الفن تألقت فيها تألق كبير جدا جدا جدا. صفحة نيلي مع الأستاذ محمد شوقي. مساء الورد. مساء الخير يا أستاذ تامر. ازيك يا أستاذ؟ حبيبي يا أستاذ تامر، منور، ربنا يخليك. حبيبي حبيبي. نيلي، نيلي مش محتاج حد يعرفها، يعني هي أيقونة يعني الذكريات الجميلة، يعني صحيح، يعني نيلي دي يعني ما نحب نقول إنها من أهم الشهود على اجمل ايام حياتنا. الله عليك، صح صح فعلا. احنا ارتبطنا يعني ارتبطنا بنيلي قبل عصر او قبل عصر السوشيال ميديا والفضائيات بفوازير. الفوازير دي كانت وما زالت الى الان يعني شيء مهم جدا، جزء من ذكرياتنا ومن صح. اجمل ذكرياتنا كمان. مظبوط، يعني اتربينا عليها. وكلمه فوازير كانت علامه مسجله باسم نيلي، هي ملكه الفوازير وملكه الاستعراض، وهي ملكه فعلا وملكه في قلوبنا. نيلي صحيح صحيح. حتى صحيح. اسمها استاذ تامر اسمها بيدعو للبهجه كده، نيلي، حتى احنا بنقوله بنضحك. صح فعلا حقيقي. صح، عندك حق. نبتدي منين الحكايه؟ نيلي، نيلي احنا لو شفنا نيلي هنشوفها في بدايتها. هي طبعا مواليد 3 يناير وبدأت سنة 1953 وهي طفلة صغيرة عندها يدوبك 4 سنين. كويس. في فيلم الحرمان كان إنتاج والدها. ياه. والدها حب ينتج لفيروز، الطفلة المعجزة فيروز. طبعا. بنته. طبعا. فأنتج لها أول فيلم الحرمان. وكان فيروز كانت في السن ده كبيرة شوية، كان حوالي 11 سنة حاجة زي كده، فحب يجيب فيروز وهي صغيرة فجاب نيلي. فتخيل وهي بتمثل 4 سنين مع عماد حمدي، بتمثل كما لو كانت ممثلة، كما لو كانت ممثلة. ومن الفيلم ده بدأت بعد كده مع برضه فيلم عصافير الجنة سنة 55 برضه إنتاج والدها، وكان معاها إخواتها الاثنين ميرفت وفيروز. كويس. لكن كانت هي بقى البطلة بقى ساعتها، كانت هي أصغرهم سنا بس كانت أهم دور، أو كانت الأضواء مسلطة على نيلي أكتر من فيروز وميرفت وأخواتها. عصافير الجنة اللي هو الفيلم بتاع كان اسمها ايه، الكازوزة اللي بايظة، اسمها ايه؟ دورنجة. صح بالظبط. وكان في محمود ذو الفقار. ايوه دورنجة. كان المخرج والبطل أمامها. بطل صح. وعزيزة مين اللي بتلعب دور مراته اللي هي درية؟ زمردة. اسمها زمردة. زمردة. على فكرة ممثلة كويسة قوي. دي شبيهة ليلى فوزي. مظبوط. ده يمكن شبهها بليلى فوزي أضرها كتير قوي يعني. عندك حق. بس على فكرة ممثلة كويسة. بالظبط. من فيلم عصافير الجنة بدأت تلفت النظر، فقدمت بعد كده من أشهر أفلامها وهي طفلة طبعا فيلم توبة مع صباح. لو تفتكروا بتاع صباح وعماد حمدي. وفيلم تاني مع رحمة من السماء مع هند رستم. الفيلم ده ما بيجيش كتير. ما شفتوش. كانت كبرت شوية وكانت قدرت بقت ممثلة، يعني تحس انها عندها 10 سنين كده ولا حاجة. الله، بص الصورة الجميلة. هند رستم كمان. شوف حضرتك كانت كبرت شوية نيلي، ما كانتش طفلة صغيرة. صح. كانت فتاة يعني. بالظبط. كانت واقفة مع هند رستم ومحمود المليجي في الفيلم، يعني كما لو كانت ممثلة بارعة لدرجة انها جذبت لفتت انظار هند رستم. كويس. من بعد كده يا استاذ تامر هنبص عليها. بدأت بص تعبيراتها وهي هي الطفلة دي، ده فيلم توبة. توبة مع صباح. بص تعبيرات الوش. هو فعلا زي ما بتقول كأنها ممثلة محترفة، مش طفلة، كأنها فعلا ممثلة. من بعد كده بدأت أدوار البنت الشقية الدلوعة. كان شفناها في أول بطولة لها سنة 66 فيلم المراهقة الصغيرة. بدأت تعمل أفلام عادية، المراهقة الصغيرة، نورة. المراهقة الصغيرة دي اللي هي كانت مع فريد شوقي؟ لا، ده دلع البنات. دلع البنات. مع فريد شوقي. أمال إيه المراهقة الصغيرة؟ ده كانت طالبة لسه في ثانوي مع أحمد مظهر وليلى فوزي. الفيلم ما بيجيش كتير يعني. لا مش فاكره. يعني هي بدأت تعمل افلام من افلام البنت الشقية، البنوته الصغيره. كان افلام الستينات كده، مذكرات الانسه منال، المراهقه الصغيره، نوره، يعني المشاغبون، عمل مع رشدي اباظه، اللص الظريف، حاجات من هذا القبيل يعني. كويس. يوم واحد عسل مع محمد عوض.
كانت افلام جميله وخفيفه. الانطلاقه الكبرى كانت في كبدايه في فيلم اسمه الرجل الذي فقد ظله. طبعا كانت البطوله طبعا البطل كان كمال الشناوي مظبوط مع ماجده وعماد حمدي ويوسف شعبان ونيلي. كانت نيلي قايمه بدور ما كانش دور البطوله المطلقه لكن كان لفتت كممثله. بعد كده عمل صباح الخير يا زوجات العزيزه يا خبر ابيض مع صلاح ذو الفقار. يا خبر ابيض هي بقى الدويتو ده صلاح ذو الفقار ونيلي ده دويتو من اعظم الدويتوهات اللي حصلت في السينما المصريه. الفيلم ده يعني من لغايه دلوقتي يعني احنا بنشوف الفيلم ده من الافلام اللذيذه جدا قوي قوي. حتى ان شفنا صلاح ذو الفقار يعني ما شاء الله يعني بيضحك ويعني كما لو كان نجم كوميدي يعني. صحيح مع نيلي. صحيح هي نيلي كانت بتخلي اي حد قدامها يعني متوهج. من الافلام لكن لما نيجي نقول نيلي كممثله بدات كممثله من يعني نشوف فيلم الشحات. الشحات قصه الاديب العالمي نجيب محفوظ سنه 73 بطولتها مع العملاق محمود مرسي. هنا عايز اقف في الفيلم ده استاذ تامر لان محمود مرسي هي كان قايمه بدور بنته كويس. فمحمود مرسي كان في البدايه متخوف دينيلي ده ادوار دلوعه ومحمود مرسي معروف عنه جد. اتفاجئ باداء الفنانه نيلي. اداء ما كانش متوقع ان دي نيلي اللي بيشوفها بترقص وبتتنطط خفيفه ومرحه وشقيه. فخاصه في مشهد وهي بتوطي على ايده وبتبوسه بتبوس ايده عشان ما يسيبش البيت كان والدها في الفيلم. فبص كده وقال لا 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 انت ممثله جباره. تخيل محمود مرسي من عملاق التمثيل قال نيلي ممثله جباره. طبعا طبعا من هذا الفيلم يا استاذ تامر هنشوف افلام مهمه جدا لنيلي تدل على انها ممثله فعلا جباره.